فيما يتعلق بهذا الاستفتاء، هذا المقاطعين هذو الآن أمام أمر واقع. دوك إذا حبيتوا على جال باش تترجموا هذه المقاطعة، حبيتوا تفرضوا أمر واقع على هذا النظام وتبطلوا هذا الدستور، لأن دوك الأغلبية راها ضد الدستور، فلا بد هو أن الناس تتوحد، لابد هو أن الناس تلتقي، لابد هو أن الناس تترجم هذه المقاطعة وهذا التصويت بلا نتاع الناس اللي راهم هما مأمنين بالتغيير الحقيقي. فيما بعد أنا قلتها لكم منذ أيام، وعندي مدة أنا من اللي عنوا على هذا الدستور قلت لكم باللي أنا لابد من التصويت بلا، ولكن في نفس الوقت لابد أنه يكون هناك حراك، لأنك لما أنت تروح أنت تعول غير فقط على هذاك التصويت بدون ما أنت تقرأ هذيك الحسابات، هم راهم رايحين يلعبوا اللعب نتاعهم. هذا راهو دوك نظام معروف بالتزوير، نظام معروف بالهروب إلى الأمام، نظام معروف بتسيير الأزمات، نظام معروف هكذا بالاختراق، معروف تلاعب التناقضات، معروف بالمكر نتاعو، معروف بالغدر نتاعو، معروف النظام، معروف نظام معروف. وحنا رانا متفقين باللي هذا النظام لازم يروح، ولكن لابد هو انه هذا النظام يجيو ناس. انا مش نهضر لك على نفسي، انا انساني، انساني انا راني فقط راني نقوم بمداخلة وراني نمد في الرأي نتاعي، انساني انا، ولكن لازم يكونوا ناس في المستوى، ناس يديهم بيض، ناس راهم فعلا، لانه الشعب انت هذا باش هو يلتف حول شخصيات سياسيه ماشي حاجه سهله. الشعب هذا لازم له شخصيات سياسيه اللي تكون نظيفه ويكون عندها نضج وتكون عندها استشراف وتكون فاهمه هذا الواقع، فاهمه هذا النظام، فاهم هذا التناقضات، فاهم هذا التحرش الدولي. هذا تكون ناس فعلا يعني ناس لحقوا لدرجة من الوعي باش الشعب هو يلتف حوله. لما تروح تجيب لي انت درك كان قبل جبدتها ونزيد نعاود نجبدها، لما تجيب لي انت انسان كلوشار وتجي انت تحط منه ريفيرونس، يا والشعب راهو يشوف، راهو هذا اللي الانسان اللي راهو في وهرم يسكن معاه ويعرفه، والله الانسان اللي راهو جاره، والله الانسان اللي راهو ابن المنطقه نتاعو راهو يشوف يقول لك انا صاحبي هنا انت يجيب لي انا هذاك، انا هو صاحبي انا ما نمشيش معك انا. شعب هذا باش الناس تلتف، شعب لا يلتقي على الضلاله. ها هو درك اذا كان جمعنا درك احنا هذه الاغلبيه هذه نتاع اللي راهم درك هما يمثلوا اكثر من 80%، هو راهم درك هما وقفوا ضد هذا الدستور هذا. هاد الناس ما يحشموش، هادو اللي راهم في السلطة، هادو راهم دوك في 99 وقبل 99، هاو الفيس راهو دوك نجح في الانتخابات في ال 91 وفي 90، وراهم لغاو الانتخابات ودخلوا الناس للسجون ودخلوا البلاد في حيط. وموش غير ذيك، النظام هذا معروف بالتزوير تاعو، لكن انا شخصيا كنت ولا زلت قلت باللي انا درك هذه رانا في وضع واحد اخر، جا درك هذا الحراك هذا افرز هذا الواقع هذا، جات هذه الفرصه تفرض امر واقع راه كاين فيه اعتراف دولي بهذا السلطه، حنا ما نروحوش نلعبوا نتاع اللعب نتاعهم. هاهم درك راهم اللي يستعملوا فيها في الحراك نتاع هذاك هو اسلاميه وهذاك هو كذا وهذو راهم كذا ويناقشوا في واحد المواضيع. قلت انا باللي جات هذه الفرصه وين انه بدا يتجند الشعب من اجل منع هذا الدستور، وانت راك تتقاطع درك، انت تتقاطع مع هذ الناس اللي راهم درك هم ضد الدستور، هذا الانسان اللي راهو راح يصوت بلا هو راهو ضد الدستور، وانت لا انت اللي راك مقاطع راك كيف كيف كاين اللي راهو درك هو ضد الدستور من غير العابئين هذو والتائهين وكذا. انت عوض هو درك، انت هذوك الناس اللي راهم مقاطعين، هذوك الناس اللي راهم درك هما تائهين، تحاولوا انك انت تحسسهم، تحاول هو انك انت تعبئهم وتجمع الناس في نفس الوقت
يكون هذاك حراك، حراك على جال باش انت تفرض امر واقع على هذا النظام. تروح دوك شوف الناس اللي راهم درك هما شاركوا في هذا الاستفتاء، روح خليت انت الساعه لجماعه نتاع فلان وجماعه نتاع الارندي وجماعه هذوك نتاع هذاك بن قرينا وهذاك بالعيد وهذا، نفس المجموعه اللي راهو درك هو الشعب خرج من اجلها وقال لا، شعب رفض في هذا الحركه، لكن الحراك كسرتوه، حراك طرطقتوه. قلنا لكم في بداية الحراك يا ناس راه كاينه بعض المواضيع، دوك الان جايني انا دركا يحكي لي القضيه نتاع الهويه في الدستور، لكن انت اللي اثرتها، انت اللي اثرتها، اثرتوها انتم اللي اثرتوها. قلنا لكم باللي يا ودي خليوا الناس تخرج باعلام واحد في بداية الحراك، قلنا لكم خليوا الناس تخرج باعلام واحد، ما تعطيوش الكادوات لهذه العصابه. واحد جايب لي اعلام يقول لك هذا اعلام تاع الهويه مش الاعلام تاع اسمه، من بعد ولاو يديروا فيه في التجمعات نتاعهم، ولاو يديروا فيه في اللقاءات نتاعهم، في الندوات الصحفيه نتاعهم، والشعب راه يشوف يلعبوا لهم على هذا العمل، هذا يلعبوا له على العمل تاع الدين، يلعبوا له على العمل هذه نتاع الجهويه، يلعبوا له على العمل نتاع اللغه، يلعبوا له على العمل من اسمه العمل هذا نتاع الناس اللي راهم في الخارج. قال هذو راهم فيه جهات اجنبيه وراها ناس تدعم فيهم وراها الموساد وراها كذا وراها كذا، انت اعطيت لهم الفرصه، اعطيت لهم الفرصه ودخلت في اللعب نتاعهم. هاي النتيجه، نتيجه امامكم، دوك انتم تتحملون المسؤوليه، انتم تتحملون المسؤوليه. باختصار تحملوا المسؤولية نتاع هذه النتائج اللي انتم وصلتوا لها. النظام واضح من النهار الاول، رانا قلنا لكم باللي هذا النظام راهو يبقى يناور الى اخر لحظة في حياته،